إذاعة سلطنة عمان تقدم طبعا بديت القراءة لما كنت صغير. والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ. لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب. إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه، يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان. نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة. يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة، لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر. في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها. لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل. القارئ الصغير، القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة، العاشقة للقراءة. يحاول القراء الصغار ويتصفح كتبهم سليمان بن علي المعمري. القارئ الصغير، أهلا ومرحبا بكم أعزائنا إلى هذا اللقاء اليومي مع القراء الصغار. اسمي نضال بن عبد الله بن عامر الظهري، عمري 12 سنة، بمدرسة حارثة بن نعمان بولاية العامرات. نضال يهوى القراءة والسباحة ويتمنى أن يصبح طيارا. مرحبا نضال. مرحبتين. كيف حالك؟ بخير. أنت طالب بمدرسة حارثة بن النعمان في العامرات، صحيح؟ صح. وطالب متفوق في الصف؟ نعم. ما شاء الله. إيش المواد اللي شاطر فيها؟ المواد الأساسية اللي هي إيش؟ الإسلامي والعربي والرياضيات واللغة الإنجليزية والدراسات. ما شاء الله، يعني معظم المواد. صح. والقراءة خبرونا أيضا أنك أنت قارئ جيد، صحيح؟ صح. إيش الكتب اللي تحب قراءتها عادة؟ كتب دينية وتاريخية وجغرافية. ممتاز. الكتب الدينية مثل إيش؟ المعتمد في فقه الصلاة. المعتمد في فقه الصلاة، هذا طبعا اللي هو تجميع لفتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي. تعرف من اللي جمعها؟ كتبها المعتصم المعولي. المعولي، ممتاز. عن إيش تكلم المعتمد؟ تكلم عن الوضوء، عن الصلاة، وعن صلاة الجمع. طبعا كتاب المعتمد هذا أجزاء كثيرة، أنت أي جزء قرأت؟ فقه الصلاة. الجزء المتعلق بالصلاة. صح. وما قرأت لسه الأجزاء الأخرى اللي لها علاقة بمثلا جزء الزكاة والصيام، ما وصلت له؟ لا. يعني إن شاء الله توصل له في المستقبل. إيش بعد من الكتب الأخرى؟ قلت لك كتب جغرافية؟ صح. مثل إيش؟ جغرافية مثل عمان، الماضي التليد والحاضر المجيد. ممتاز. لمن هذا الكتاب؟ لسليمان بن حمود الكندي. ممتاز، ممتاز. عن إيش يتكلم؟ تكلم عن الإنجازات التي حدثت في عمان مثل التعليم والطب وغيرها. ممتاز، ممتاز. والكتب الجغرافية مثل إيش؟ كتب الجغرافي مجلد اسمه سد وادي ضيقة. يحتوي هذا المجلد على 3 كتب: سد وادي ضيقة، وموارد المياه في سلطنة عمان، والسدود في سلطنة عمان. ممتاز. تعرف تذكر بعض السدود في سلطنة عمان؟ نعم. سد العامرات، سد وادي ضيقة، سد الخوض، سد تنوف. ما شاء الله عليك، ممتاز يا نضال. وأيضا أنت تحفظ قصص الأنبياء، خبرتني، صحيح؟ صح. من الأنبياء اللي تعرف قصصهم؟ أعرف قصة سيدنا يوسف، سيدنا آدم، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ممكن إذا تحكي لنا قصة سيدنا يوسف؟ نعم.
تفضل. سيدنا يوسف أبو يعقوب، كان سيدنا يوسف لديه إخوان، لكن أباه يحب سيدنا يوسف أكثر، يحب أخوانه أيضا لكن يحب سيدنا يوسف أكثر عن أخوانه. ففي يوم من الأيام قالوا أخوان لأباهم أن يأخذوا سيدنا يوسف ليرتعوا ويلعبوا. جميل. قال سيدنا يعقوب أو سيدنا يوسف أخاف أن يأكله الذئب. فقالوا له نحن كيف يعني تخاف ونحن معه؟ ممتاز. قالوا بعدين قال أبون زين خذوه لكن حافظوا يعني ما تدعيوه يأكل الذئب. فدعوا في يعني لما أخذوه دعوا في البئر وشلوا قميصه وذبحوا أرنب والدم دعوا في قميصه في القميص. وذهبوا لأباهم قالوا له يعني ابنك يوسف أكل الذئب وهذا قميصه. فيعني دار يعني من كثر ما يبكي سيدنا يعقوب من كثر ما يبكي صار يعني ما يشوف. ولما يعني شلوا مصر حد شل سيدنا يوسف وأخذوا. وفي يوم من الأيام ذهب سيدنا يوسف وأولاده إلى السوق فأولاد يعني أولاد سيدنا يوسف ما يعرفوا سيدنا يوسف لأنه بعد سنوات ما يعرفوا شكله. لما شاف أبوهم سيدنا يوسف يعني ما صار أعمى. آه جميل. رجع له طبعا بصره صحيح؟ صح. وبعدين يوسف صار إيش صار في مصر؟ صار شيء كبير صحيح؟ وزير ولا ما وصلت لهذا النقطة؟ ما وصلت. تمام إن شاء الله بتوصل. وانت سردك أيضا لقصة سيدنا يوسف سرد رائع يا نضال. قلت لي بعد تعرف قصة سيدنا آدم؟ صح. ممكن تكلمني شوية عنها بعد؟ خلق يعني الله عز وجل خلق سيدنا آدم من طين وتراب. جميل. يعني من دون ولد من دون أب وأم. وكان الملائكة والجن مخلوقين ليعبدوا الله. جميل. ولما خلق سيدنا آدم كان في الجنة هناك يعني من نخل ورمان وكل شيء. فلما قال الله عز وجل لسيدنا يوسف يعني للملائكة والجن سجدوا لآدم. فسجدوا لإبليس أبى واستكبر. جميل. وخلق الله حواء من آدم وقال لهم يعني قال لهم كلوا من هذا الجنة لكن لا تقربوا هذا الشجرة. فوسوس لهم الشيطان وأقربوا من هذه الشجرة أكلوا منها. فيعني عاقبهم الله دعاهم في الأرض ووصلت سيدنا آدم مسمه يعني كلمات فتاب عليها. ممتاز. أنت رائع يا نضال ما شاء الله عليك، يعني عندك سرد جميل لقصص الأنبياء. أنت عندكم مكتبة في البيت؟ نعم. فيها كتب كثيرة يعني؟ نعم. إيش نوعية الكتب اللي فيها؟ كتب وطنية. كتب تاريخية وجغرافية ودينية. جميل. وأنت تروح معرض الكتاب؟ نعم. رحت المرة الماضية؟ لا. متى يعني إذا رحت المعرض قبل الماضي؟ يمكن قبل سنتين. تتذكر إيش اشتريت من هناك؟ اشتريت
كان يعني كان صف الخامس. اشتريت كتب مصورة. كتب مصورة، جميل جدا. وانت بعد تحفظ قرآن صحيح؟ صح. ايش بتسمعني؟ سورة المعارج. سورة المعارج، خلنا نقول آيات من سورة المعارج، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين، للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، رائع يا نضال، أحسنت. إيش أمنيتك تصبح لما تكبر؟ طيار. طيار ليش؟ عشان يعني أخذ الناس. تحب يعني تأخذ ناس في رحلة قوية؟ نعم. وليش ما تأخذهم في الباص مثلا؟ لازم يعني في الطيارة؟ أحسن الجو. أحسن الجو، ممتاز، جميل. في نهاية هذا الحوار معك أتمنى إذا كان عندك حكمة. نعم. تفضل. أربعة تعرف بأربعة: الكاتب بكتابه، والعالم بجوابه، والحكيم بأفعاله، والحليم باحتماله. ممتاز، هذه حكمة رائعة، ممكن تشرحها؟ يعني الكاتب عنده مكتبة أو يؤلف الكتب. والعالم عنده سرعة جواب وبديهة. نعم، الكاتب يعرف بكتابه، يعني معناها أنه إذا كان كتابه جيد فهو كاتب جيد. نعم. وإذا كان العكس فهو كاتب غير جيد، صح؟ صح. والثاني إيش؟ العالم؟ بجوابه. سرعة جوابه يعني لما حد يسأله بسرعة يجاوب. أو سرعة البديهة في الجواب. نعم. ممتاز، وإيش بعد؟ والحكيم يعني بأفعاله، يعني كل شيء حياته حكمة. صحيح، يعني ما يكون متهور. صح. والأخير؟ الحليم باحتمال، يعني يحتمل يعني يحتمل الأذى والغضب. الله، أنت رائع يا نضال. إذا نضال بن عبد الله بن عامر الذخري البالغ من العمر 12 عاما، الطالب بمدرسة حارثة بن النعمان بالعامرات، شكرا جزيلا لك. جزاك الله خير. القارئ الصغير، القارئ الصغير، مع تحيات سليمان المعمري، القارئ الصغير.